أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر من فاطمة من القنفذة، تقول: السلام عليكم. ورد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وبآية تعوذ تعوذ، فهل من الصحيح أنه إذا قرأت قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية أتوقف عن القراءة فأصلي وأسلم على النبي ثم أكمل القراءة؟ نعم، وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية وعيد تعوذ، وإذا مر بآية ذكر للجنة سأل الله عز وجل، هذا في صلاة النافلة في صلاة الليل. نعم.